ما كانش لسه الجمهور يعرف. العب يا عم الصائف يا جماعه، يا عم الصائف. قال لي والله احنا متقدم لنا عرض، لو انت عايزين ندفعوا 100,000 دولار وخدوه. قلت له كده كده يا كابتن عادل مش مشكله، العود اللي معاك عايز تقدمها قدمها، نص بيشتم فيا ونص العب يا عم الصائف يا جماعه يا عم الصائف. انما اول ما كابتن محمود الخطيب نزل الملعب الاستاد كله بدا يقول العب يا عم الصائف يا جماعه يا عم الصائف. لما جيت انا رحت النادي الاسماعيلي ما كانش لسه الجمهور عارف، وما كنتش دخلت اسماعيليه، كنت وقتها في معسكر في المنتخب الاولمبي بنستعد لدوره الالعاب في زيمبابوي، وجونا كنت انا وكرم جابر وقتها خرجونا من المعسكر قالوا انت هتنضموا للنادي الاسماعيلي علشان عنده لقاء الترجي التونسي في تونس، والترجي التونسي دي كانت فرقه مرعبه في وقتها. انا دايما بفضل الله بفضل الله واحنا ماشيين كده مع بعض دايما البدايات عندي فيها توفيق غير عادي من عند ربنا سبحانه وتعالى. كابتن اسامه خليل وقتها جه وقال لي انا هبدا بيك الماتش، انا بالظبط ما انت منتين مع لعيبه نادي الاسماعيلي، وقال لي هلاعبك على الهدف النخيصه، والهدف النخيصه كان طوله ما شاء الله 2 متر، عملته مباراه كبيره جدا وكسبنا اللقاء ده في تونس 1-0 بجون مجدي الصياد. رجعت على الاسماعيليه، اول تمرين ليا في الاسماعيليه كان الجمهور كله حاضر، انا لقيت الناس كلها مستقبلاني استقبال رغم ان كانش لسه جمهور الاسماعيلي ضاعف مين احمد حسن اصلا. فبدات مع النادي الاسماعيلي ان انا احنا بنلعب 3 في نص الملعب، فانا كنت واحد من الثلاثة اللي هم موجودين في نص الملعب، وكان جيل انت عشان تحط نفسك معاهم لازم تتعب، لاني بتتكلم على مجموعه لعيبه، عصام عبد العال، ادهم الصحدار الله يرحمه، بشعب عبد الصمد، ايهاب جلال، كل دول كانوا لعيبه نص الملعب، كابتن احمد العجوز، فكري الصغير. كانت مرحله جديده بالنسبه لي ان انت رحت على فريق بينافس. نادي اسماعيلي حقق لقب الدوري، كنت ببات في الاستراحه، كل اللعيبه اللي هي كانت مش من اسماعيليه كانوا بيقعدوا في الاستراحه بتاعت النادي الاسماعيلي. المكان اللي احنا كنا فيه هو جوه الاستاد، فكنت اقوم اصلي الفجر وانزل اتمرن جوه الاستاد قبل التمرين بتاعتنا. فدي يمكن من الحاجات اللي فرقت معايا. لو انا بتكلم على الناس اللي بعد ربنا سبحانه وتعالى ليهم عليا افضل، فمثلا كابتن رمضان السيد تبنى الموهبه بتاعتي، ويت كرول طبعا فرق معايا في الاحمال البدنيه بتاعته، اللي هو كنا احنا في وقت من الوقت احنا كنا المنتخب اليوم بدي نتمرن 3 مرات في اليوم، اللي هو وصلك لمعدلات انك انت مش تلعب 90 دقيقه تلعب 120 دقيقة. لما خرجنا من الأولمبيات أو ما رحناش الأولمبيات وقتها، خرجنا من نيجيريا وكده، ريد كويل اتصعد كمدير فني أول وبدأ يضم مجموعة من اللعيبة المنتخب الأولمبي، فبدأت إن أنا أنضم منتخب أول قبل طبعا كأس الأمم 96. خليني أقول لك بالتحديد أول مباراة دولية بالنسبة لي 29/12/95 كانت ضد منتخب غانا، لعبت مباراة كويسة، وبعدها المباراة الثانية لعبنا في اسماعيليه ضد تونس وجالي تمزق في الاربطه، وكان وقتها الدكتور اشرف موجود، فقال له تقول لا يعني ممكن الموضوع ياخد من 10 ل 15 يوم، وكان لسه البطوله فاضل عليها حوالي 10 ايام، فالراجل فضل ان انا اسافر مع المنتخب، وفعلا يمكن انا غبت عن اللقاء الاولاني، ولما نزلت راجع تاني الاصابه هتتجددت تاني، فالبطوله دي كنت مشاهد. الموسم اللي بعديه بقى بدا يحصل تجديد في النادي الاسماعيلي بشكل كبير، يعني بدا بقى الاداره فكرها يختلف، وبدات تدور على لعيبه صغيرين في السن، محمد بركات، خالد بيبو، والناس كلها فاكره اللقاء الكوميدي اللي انا كنت فيه انا وبركات، هو بيقول العب يا عم الصائف يا جماعه يا عم الصائف، مش عارف انا، هو كان وقتها بركات ما بيلعبش، لحد ما جيت لقاء كان ضد السويس اتوقفت 6 ماتشات. كابتن حسن حمدي كان نائب رئيس النادي واتفق مع المهندس اسماعيل عثمان ان احنا عايزين ناخد احمد حسن لان كان باقي لي موسم، قال لي والله احنا متقدم لنا عرض، لو انتوا عايزين ادفعوا 100,000 دولار وخدوه. وفعلا النادي الاهلي بعت شيك ب 100,000 دولار، وقتها كان في مفاوضات من نادي الزمالك، وانا وقتها قلت لا انا ايه هنتقل للنادي الاهلي. اول ما اتبعت الشيك وتم الاعلان الدنيا اتقلبت في اسماعيليه، ولقيت المهندس اسماعيل عثمان قال لي لا انت مش هينفع تمشي، انت كده كده باقي لك سنه معانا تكملها يا باشمهندس، يعني الموضوع بقى صعب دلوقتي انا خلاص واعلن وكده. ودخلت النادي الاهلي وقتها وقابلت الكابتن ثابت البطل، وكانوا بيحضروا معسكر المانيا وادوني شنطه لبس، هيبقى موقفي عامل ازاي في اسماعيليه دلوقتي؟ يعني حصل جلسه لو رجع بيها الزمن كانت لازم الجلسه دي لازم اصورها، قعد مع 2 عظماء، واحد رئيس شركه المقاولين العرب ورئيس النادي الاسماعيلي والكابتن صالح سليم في بيته، والكابتن صالح سليم وقتها هو المهندس اسماعيل سالوني انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز تلعب فين؟ ما وصلوش لاتفاقات، فسالوني وقتها الاثنين،
فانا بتسال في النص والاثنين قاعدين، فقلت لهم والله اللي انتوا شايفينه في النهايه اللي انت هتتفقوا عليه هنفذه، يعني هعمل ايه. كابتن عادل القيعي وقتها حصل، لاني عشت فتره طويله من كابتن عادل القيعي يعني مفاوضات اكتر من 11 12 سنه، قال لي بص انت تستنى السنه دي وبعد السنه تجي لنا بقى وكده. قلت له استحمل السنه في اسماعيليه، ده انا هقعد اتشتم طول السنه في اسماعيليه. فقال لي لا، فقلت له لا، انا نادي اسماعيليه عارض عليا ان انا اجدد وكده، انا هجدد عشان يعني الدنيا تمشي. فقال لي لا، انا في عقد بيني وبينك، بس لما مضيت عقد وقتها حطيت تاريخ. إيه ليه بتحط تاريخ؟ قلت له لا، هنحط تاريخ اللي انا همضي فيه، اليوم اللي انا همضي فيه، لان الوقت ده انا ما يحقش لي ان انا اوقع. لو انا ما كنتش حطيت تاريخ كان ممكن يتم ان التاريخ يتحط في فتره المسموح ليا ان انا انتقل فيها. فلما جه كابتن عادلي قال لا احنا في عقود والكلام ده وكده، قلت له كده كده كابتن عادلي مش مشكله، العقود اللي معاك عايز تقدمها قدمها، لان عارف ان هو ما يقدرش يقدمها وقتها. وبعدها قعدت مع المهندس مايل عثمان المهندس مدحت الويداني عشان اجدد. انا كان عادي في النادي الاسماعيلي 15000 جنيه في السنه، كان اقصى لعيب بياخد فلوس في النادي الاسماعيلي كان بياخد 40000 جنيه. فاثناء المفاوضات مع المهندس مايل عثمان قلت له لا، انا لو انا قعدت هاخد 300000 جنيه في السنه، ووافق وقتها. ودي كانت بالنسبه لي مفاجاه، يعني اول مره امسك فلوس حقيقيه في ايدي. لما جيت رجعت بقى تاني على النادي الاسماعيلي وكده، فالجمهور كان منقسم، نص بيشتمني ونص طبعا حبني ومعلش المسامح كريم ومش مشكله. وطالما رجع خلاص، اول لقاء كان القناه، اول ما بدانا اللقاء ناس بتشتم فيا، نص بيشتم فيا ونص ساكت يعني مكسوف مش قادر يشجعني. جبت جول، حلو الكلام ده، انت جايب الجول التاني، كسبنا الماتش ده 5. فخرجت من الماتش الناس اتحولت، وده طبعا كرة القدم ان دايما الجمهور بيحب اللي بيدي في الملعب. ومن بعدها كان جه كابتن فاروق جعفر، كابتن محمود الخطيب وقتها بعد اخفاق 96 في جنوب افريقيا، كانت اول مباراه للكابتن فاروق جعفر والكابتن الخطيب، كانت ضد المغرب، وكان وقتها استاد القاهره في 100000 مشجع موجود. فكانت الناس جايه طبعا لجيل 90 وجيل اللي حقق بطولات، بس كان كابتن الخطيب بالتحديد انا اول ما نزلت الملعب اسخن، فالجمهور كله بيشجع مصر مصر مصر. انما اول ما كابتن محمود الخطيب نزل الملعب، الاستاد كله بدا يقول بيبو 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 بيبو. ولكن الامور ما مشيتش على افضل ما يكون، اتغلبنا في تونس، بعديها تعادلنا مع اثيوبيا، تم اقاله كابتن فاروق جعفر وكابتن الخطيب، والكابتن الجعفري بدا يتولى المهمه، وكانت مهمة انتحارية لأن كان ماتش ليبيريا لازم نكسبه علشان تبدأ تدخل تاني في المنافسة. والماتش طبعا اللي كلنا فاكرينه الماتش الشهير جورج ويا، الهدف طبعا لاحظ جورج ويا وخلاص الموضوع كان انتهى. فاكر أول جلسة بيني وبين الكابتن محمود الجوهري، هو كان مقتنع بيا جدا، ولكن قال لي بص أنا لسه جاي وعندي لعيبة أنا بثق فيهم وعارفين ينفذوا طريقة اللعب بتاعتي، ولكن أنت موجود معايا وليك دور معايا، ولكن المباراة دي بالتحديد انت ممكن ما تكونش موجود فيها من البداية وكده. ودي يمكن كانت مباراة اعتقد ان هي نهت جيل 90 مع المنتخب. حتى لما سافرنا 98 انت لو بصيت هتلاقي جيل 90 اللي كان موجود منه 2 فقط لغيه، كابتن هاني رمزي وكابتن حسام حسن فقط لغيه، والباقي كله كان خلاص. اكيد طبعا كان الكابتن حسام حسن وقتها في 98 كان هو الكابتن، وبعد كده فترة طويلة كان هو موجود، وكان الكابتن هاني رمزي طبعا موجود بعده. انت بتشوف واحد قدامك بيبذل مجهود مضاعف، فانت كلاعب صغير بتتكسب، مش كل واحد شال الشعر هو يقدر يبقى كابتن. يعني ممكن لعيب ما يبقاش كابتن، بس دايما في الملعب هو عنده السمات ان هو بيوجه، ان هو بيتكلم، ان هو بيعرف امتى يبقى في الوقت ده يشد، امتى في الوقت ده يبقى هادي. مش كل واحد شال الشعر هو يقدر يبقى كابتن، لان هي بتبقى سمات شخصيه.